أشكرها. اسمحوا لي أن أستقبل أخونا موسى العزرات أحد أبناء المنطقة. السلام عليكم أخي موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكر الحقيقة الدولية وأشكرك يا دكتور موسى على جهودكم اللي بتبذلوها في الظروف هذه لمساعدة المواطن الأردني، ودائما الحقيقة الدولية في الطليعة ودائما تنقل هموم الشعب للمسؤولين، وإحنا بنشكر قناة الحقيقة الدولية وبنشكر الدكتور زكريا الشيخ. طبعا نتحدث الآن بأن من على مسافة قريبة من على مرمى حجر هناك أناس تستجم وهنا أناس لا تجد الماء لتستحم، هكذا هو لسان حال أبناء منطقة الشلالة. اسمح لي أخي موسى أسأل سؤال، منذ كم سنة وأنت هنا؟ احنا انا عمري مواليد 63، عمري 52 سنة، وانا سكان المنطقة هاي ومواليد المنطقة هاي وابهاتنا من قبلنا، يعني يمكن من الاربعينات واحنا سكان هذه المنطقة. احتجمتوا بالقوات المسلحة؟ انا اولادي كلهم، عندي 3 اولاد بالقوات المسلحة الاردنية بشرفني هذا، وابناء اولاد اخواني اولاد عمي، الرجل هذا خلص وكيل في القوات المسلحة الاردنية شرطة، وعندي أولاد في الشرطة، وعندنا أولاد في مفوضية العقبة بيداهم بيشتغلوا، وأبنائنا كنوا بلاد الوطن فداء لأبو حسين وللوطن. كنا بالأجار أنا وأولادي وعائلتي كلها، كل أسرتنا كاملة، شايف كاملة عائلاتنا وأسرنا كلها ساكنين في الإيجار، شايف، وبيوت لا تسلك لسكن البشر، كلها زينك وصفيح، زينك وصفيح، وهي يعني حرام حتى هي مفروض تسكن تكون مسكن للحيوانات اكرمك الله. طيب شو الخدمات، شو ابرز الخدمات؟ حكيتوا لي انه في عندكم خدمات غير متوفره، مثل ما فيش اي خدمات احنا متوفره هنا، زي ما انت شايف الزباله في الاطنان، القمامة في الاطنان، المجاري لا يوصف، مجاري مثل ما انتم شايفين اخواني المشاهدين، يعني احنا بنوصلها في فوق سطح الارض، احنا بنوصلها في ايدينا. العرس ايش لا يصور اكل، التعابين الحياية تطلع. انا ابن عمي بنت له هذيك اليوم قرصتها حية ونامت في المستشفى 4 ايام وكان بيوصل للسمنة للقلب. اي مستشفى؟ مستشفى هاشم، وهذا اللي انقذها الرجل. انت احد؟ نعم هون. وابن ابني كمان، ابني وليد هذيك اليوم لفت على رجل حية ما يقارب متر ونص اجت تذبحه. احنا بنناشد غير الخدمات، النظافه قلت الادم، ما فيش اناره، ما في اناره، اناره ما فيه، هاي اناره ولا مكسور اللمبه؟ هاي مكسوره ما بتشتغل. اللي كسرها ابناء المنطقه، ابناء الحي، ابناء يا سيدي، لمبه واحده لا تكفي شارع ومنطقه كامله. شايف كلاب الضاله في الليل هذه عندنا في الميات، اولادها ما يقدر يطلع باب بيوت، واحنا كبار زدان بيطلع بيلحق لنا. مسؤوليتكم من مين انتم؟ مسؤوليه مفوضيه العقبه ووزاره الصحه العقبه، ومدير الصحه اللي عمره ما شفنا وجهه يجي يكشف يطلع على الصحه على البيئه، مسؤول البيئه وينه؟ مسؤول الصحه وينه؟ مسؤول النظافه وينهم؟ قاعدين على كراسيهم وباخذوا الوفات، واحنا شعب هنا، احنا اردنيين، احنا ابناء البلد، احنا ابناء البلد، احنا خدامين هذه البلد، احنا خدامين ابو حسين وخدامين شعب هذه البلد، ليش نندل هالدل هذا؟ انتم كلكم مستاجرين؟ كلنا مستاجرين. ابنائكم لهم وظائف؟ كل اولادنا موظفين بس رواتهم على قدهم. يعني ما وين العرس؟ انتم قلتوا في عرس وفي جرذان وفي كذا. العرس يعني عدم ماخذ في الليل بتنتشر في النهار. يعني الشاب اللي هذه هي؟ هذه المنطقة في ساعات المساء الكلاب الضالة بعددها بالمئات، وها هي تتخذ من بيوت ابناء المنطقة سكنا لها. درجة الحرارة الآن ملتهبة، ربما في الشمس تصل إلى حد 55 درجة مئوية. أنا أستغرب يعني مثل ما اشتكى أبناء المنطقة هذه الأبواب، كيف يستطيع أبناء المنطقة الخروج من هذه الأبواب؟ كيف يتمكن أبناؤها وسكانها وأطفالها الخروج إلى الشارع الرئيسي أو إلى المدارس الحكومية في هذه المنطقة؟ إذن مشاكلهم تتضمن يعني تختزل في انعدام النظافة والأمور الخدمية الصحية، مثل ما تحدث أبناء المنطقة، عدد سكان هذه المنطقة 5000 نسمة، وكأن زلزالا بقوة 8 ريختر ضرب هذه المنطقة، كلهم مستأجرين للبيوت، المالكون يعني يتحكمون في المستأجرين، المالكين يتحكمون في المستأجرين، كل واحد من هؤلاء الإخوة والأخوات لديه هم كبير وهم عام. لا يعني كنا قد آثرنا أن نعرض قضية هم عام وليست قضية شخصية، مثل ما بتشوفوا إخواني الصفيح وهزينكو هو اللبوس الظاهر لهذه البيوت، لا يوجد بيوت إلا لمالكها وساكنها المبنية بالطبار المسلح، أما هذه البيوتات الخربة فكلها لأناس يسكنونها
من عائلات كبيرة ولربما كبيرة جدا. إذا نعود في الكلام إلى الإخوة، أنا بدي أسمع أخوي الكريم إذا سمحت لي. أخي نواف محمود، عندك أبناء في المدارس؟ نعم. هاي هي المدرسة اللي بيدرسوا فيها؟ نعم، عندي هاي المدرسة الثورية ابتدائية، عبارة عن إعدادية وابتدائية. نعم. أنا عندي طفل طبعا بالروضة، والآن انتقل لهاي المدرسة. يعني أقرب مدرسة لابنك قديش مسافتها؟ هاي هي المدرسة الآن. يعني بده يضطر يمشي حوالي قرابة كيلو؟ تقريبا مسافة كيلو. مسافة كيلو، طفل صغير. نعم. أول شيء الآن أنا ساكن في المنطقة هاي اللي أنت الآن شفتها. نعم. أنا يوميا بعاني من قارب ما يقارب من 10 كلاب فما أكثر، بناموا جنب حيطة بيتي. يعني الأخونا اللي فوق السطح كان يقول إنه بناكل سوا. وأنا طبعا بشرب من عندي في نفس عباء نفس الباب، وبنامن في نفس الحيطة على نفس البيت. أبدا. أولادي بنزعجوا في الليل، بنخرعوا منهم. قدمنا عدة شكوى لمديرية خدمات المدينة وعلى الفاضي. أكثر لوم لكم على مين؟ على سلطة العقبة. العقبة. العقبة إلها ناس وناس طبعا. بتقدم معونات ومساعدات لناس وبتترك ناس. احنا كلنا يعني ساكنين هون، العرس ليل نهار، الحياه اكثر من طفل. تشوفوا افاعي؟ لحد هذيك اليوم قتل ذبح هذا جارنا حيتين. انت ذبحت حيتين؟ والله ذبحت حيتين هون. كبار؟ والله كبار، والله واحده طولها متر ونص والثانيه فيها تقريبا متر. يعني ما في جهه متخصصه بالقوارض والحشرات والبيئه؟ احنا في هنا في شلاله الناس بيحسدونا انكم سكان العقبه. العقبه على بعد كيلو، الناس على البحر تستجم وفي القصور، ودائما النظافه والسؤال عليهم. احنا في الشلاله هنا والله لو نب جنوب افريقيا يمكن ارحم لنا من سكان العقبه، لو نب في جنوب افريقيا، لانه احنا لا بتعرفنا لا حكومه لا خدمات لا نظافه لا مسؤوله، ناس سكان ساكنين في الايجار. احنا بنناشد جلاله سيدنا، اول شيء بنطلب عن طريق قناه الحقيقه الدوليه ربنا يطول لنا عمر جلاله سيدنا ابو حسين ويحفظ لنا جلاله سيدنا ابو حسين. احنا الشعب الاردني واهل الشلاله كامله والعقبه كامله والاردن عام، احنا دائما بنقول الله الوطن الملك، ما بنراهن الا على كلام جلاله الملك. احنا مع جلاله سيدنا، احنا شعبه شايف، واحنا شعب اردني، احنا بنناشد سيدنا قائد البلاد شايف بمقابلته او ينظر لنا بعين الرحمه والشفقه زينا زي اسوه الاردنيين الباقيين. طيب في قطعه ارض، في قطعه ارض بتطالبوا بتخصيص قطعه ارض، نلم حالنا فيها ونعمر فيها، سواء مكرمه من جلاله سيدنا او مقابل الثمن بسعر رمزي مقابل اقساط شهريه، او وحدات سكنيه من مكرمات جلاله سيدنا اللي دائما مكرمات ابو حسين والعيله الهاشميه دائما فضل على الشعب الاردني. يعني انا بدي اسال بالله اخي الكريم اذا سمحت لي، عمال النظافه ما بيجوا العاملين ياخذوا هاي؟ ولا بيجوا نهائيا. نهائيا؟ مين اللي بيشيلها؟ انتم؟ والله احنا اللي بننظف. قديش ايجار البيوت الخاربه هاي مثلا؟ 100 120 و150 و140 مش واحد. 140 والله ناشب، احنا ملحقين نايلوا عليهم، نايلوا وسمنت مش ملحقين عليهم، فالشتويه بتنزل علينا، بنشر هدومنا فرة. يعني احنا مشاهدينا اتخذنا من هذه البقعه وهذه المنطقه كنموذج لمعاناه ابناء منطقه الشلاله. عندها مدرسه الشلاله الثانويه اللي في الشلاله، هذه ما هي مدرسه، هذه مدرسة سلمان الفارسي اللي في الشلالة نهاية الشلالة فوق عند قريبا من بحث مركز البحث الجنائي. هذه ليس مدرسة، بل هذه تعاسل أبنائنا نهائيا. من ناحية شو؟ من ناحية التعليم صفر، تدريس ما فيش. أيام بروحوا أولادنا على المدرسة الساعة 8 الساعة 9 بروحوا، روحونا الأستاذية الساعة 10 بروحوا الساعة 10، يعني مدرسة شطب. احنا بنناشد ان هذه المدرسة تصير عن طريق قوات المسلحة الأردنية او شوفوا المحل فيها، هاي واحدة. ثاني شيء بيوتنا في الشتاء اقسم بالله كل بيت بيحط 10-15 وعاء للمية بتنزل علينا تدلف وهدومنا، وفي الصيف حديد صفيح نار موقدة الله علينا. اليوم تقريبا درجة الحرارة في الشمس تقارب 55. احنا سيدنا ابو حسين سيدنا وناشدك يا سيدنا، اغيتنا بالله عليك يا جلالة سيدنا، اغيتنا بالله عليك يا جلالة سيدنا، احنا ابنائك واحنا اولادك، ما لينا غير الله ثم جلالتك يا سيدنا. حكومتنا وباقي الحكومات للاسف ما حد بيسال عن الثاني، وبقول لك الشعب هيك وفي الشلال الناس هيك، واحنا صفر يا سيدي ما حد بيصلنا وما حد. اذا سمحت لي اخي الكريم، انت حكيت لي نقطه مهمه انه سياره الاسعاف او الدفاع المدني ربما تعجز عن الوصول الى داخل الحي بسبب الازقه. ما الحل برايك؟ هل هذا الكلام دقيق؟ العماره هاي ماتوا فيها اولاد اثنين، انحرقت. نعم، وما في سيارة إسعاف إلا عن طريق الشارع، مدوا برابيش ما يقارب حوالي 50-60 متر لما وصلوا البرابيش لها. هاي العمارة هاي ماتوا اثنين،
ماتوا اثنين فيها، بجوز كلهم بيعرفوا هذا الحكي. لا لو صار حريق لا قدر الله في احد هذه البيوتات، ثلاثة ماتوا؟ ثلاثة ولدين وبنت. نعم ثلاثة، بسبب انه ما في مدخل لاي سيارة اطفائية بالنسبة للدفاع المدني نهائيا، ما في مجال. ما في مكان يعني اخي الكريم، اذا سمحت لي اخي وليد اسمك. والله العظيم بعد مرات بتروح بتصلي الفجر في المسجد وانت طالع من المسجد بتمسك احجار في ايديك، بتخاف من البعيد عنك اجلك الله من الكلاب. مشاهدينا الكرام، دخلنا الى داخل هذا البيت كنموذج، كواحد من النماذج لبيوتات متشابهة. هذا ممر، هذا ممر كما تشاهدوا، الجدران تآكلت بفعل الجرذان والكلاب الضالة، انخسف البيت ليصبح هذا الممر الصناعي وتقريبا مسافته نصف متر. خلينا نكمل الممر مشيا على الأقدام ونشوف. شوفوا إخواني، هل يستطيع رب الأسرة أن يمر في داخل هذه يعني مجازفة؟ مجازفة هي خطوة فيها نوع من المجازفة، بحيث أنه ينزل تقريبا إلى قاع الوادي مسافة 20 أو 30 متر. نعم هذه هي واحدة من البيوت اللي اتخذناها كنموذج. دقيقة بالله. السلام عليكم. هذا بيتك؟ نعم. طيب هيك يعني كل البيوت هيك؟ هذا نموذج يا أخوان من بيوت منطقة الشلالة، 5000 نسمة يعيشون في نفس الحال ونفس المعاناة. هكذا هي دورات المياه. يا ريت زميلنا نسلط الضوء داخل هذا المطبخ المتهالك والآيل للسقوط. انظروا الشروخ الظاهرة. نعم ربما يسقط هذا البيت في أي وقت وأي مكان. هذه السقوف الخشبية، خشب اندثر و مضى عليه الزمن. دعونا نذهب إلى المكان الآخر، هنا حيث دورة المياه أو ما يسمى بدورة المياه. هذا هو نصف متر داخل شبكة مياه مهترئة، حمامات يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أجلكم الله، يعني حتى البهائم لا تستطيع، ربما تأبى دخول فيه مثل هيك. هذا هو البيت. كم طفل عندك يا عمو؟ ثلاثة. ثلاثة وانت وزوجك خمسة؟ وتوفى عنا ولد مريض قلب. خمسة وابن